يا سيد احمد باتشيكو ماله وقع يعني وقع عقود تدريبه لبيراميدز واحده واحده. طب والله العظيم كنت هحاولها يا جدع انت. ايه ده معاك؟ والله كنت هحاولها بس يلا اخويا. يا جدع انت يا جدع انت. باتشيكو مضى لبيراميدز وباتشيكو مستني تفعيل العقد لو بيراميدز هيبعت له القيمه الماليه بتاعه المقدم. بعتوا لي وبفعل العقد. بيراميدز مستني حاجه واحده بس، ان ايهاب جلال هو اللي يسيب الاسماعيلي مش هم اللي يطلبوه. مش هينفع يتدخلوا ان هم يخطفوه. كان قبل كده في المقصه كانوا بيحاولوا يخلصوا الصفقه مع ايهاب جلال، لكن في الاسماعيلي العلاقه بين الادارتين كويسه جدا، فهم مش هيقدروا يدخلوا في الحته دي. كان في تفكير في علي ماهر بس استبعدوه. يبقى نقدر نقول كده باتشيكو على تكه خلاص مخلصين خلاص ومضى ومضى وقع العقد تحط الفلوس في الحساب باتشيكو مدير فني لبيراميدز. هم كل الموضوع انه ايهاب جلال هيمشي الاسماعيلي اللي هيمشيه ولا انا هدخل. لا انا مش هينفع ادخل. العلاقه بين الادارتين قويه جدا وهم متفقين ان محدش يدخل على الموضوع ده. فبالتالي هو باتشيكو لو مش ايهاب جلال خلاص باتشيكو مديرا فنيا لنادي بيراميدز. كان في كلام عن علي ماهر زي ما قلت لك في حلقه قبل كده، لكن كابتن علي ماهر موضوع ان هو جدد مع المصري وقال لهم لا والكلام ده فاستبعدوه من ما هو استقال استقال. بس انا عارف ان هم محتاجين باتشيكو واللعيبه عايزه مدرب اجنبي مش عايزه مدرب مصري الا مصري في حاله واحده، لو الكابتن ايهاب جلال. كابتن ايهاب جلال ولو الكابتن ايهاب جلال مسك بيراميدز عبد الله السعيد مش هيمشي. لو ايهاب جلال مسك بيراميدز